وكان باش يسبعين الرسول صلى الله عليه وسلم إزلاد عيان سيس قال استغمان يكتين أليس علام الصحابة أليس علام تيم غاري النس لاد عياد إنتاج المسلم الأمازيغي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المتابعين قناة المسلم الأمازيغي، السلام عليكم ورحمة الله. أصدي الذي نه الشيخ نه الأستاذ نه عبد الوهاب جزاه الله خيرا. مرحبا بك حماس السلسلة يا شيخنا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. الله يجزيك بخير. راك نشكر بزاف اللي حدينا تشاك تماس السلسلة هذا. وكان قصد أنا نبيد في الدعاء الزغلاد عين سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الزورناوي كرى الأدب كله للتعلق نص المريض صمادهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا رحمه الحق مسلم في مسلم إزوار سرد السلام يحفلك يسلم مسلم تحية الإسلام استيت ردوس يبدر عيادة المريض أمازون الدرس كتيحي مريض الجنازة أفلاست الزلط تبعيتست يويد إجابة الدعوة حيث كان الفرح يحكي غراء هذا استجبت ثم يحديو ربي كرانيا تتنزي إن الحمد لله هذا السنيت يرحمك الله. وكان كنيرا نساول بزاف بالضبط في المريض أمازون الدناوي الفضائل الزيارة رمضان نويد الأدب نس. وكان شيخنا جزاه الله خيرا رضحي تحفهم مثلا يعني حل الموضوعات، وكان إن شاء الله كل مستفد. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاك الله خيرا أستاذ الحسين، وجزا الله خيرا أيتمتنا قناة المسلم الأمازيغي المجهودات نسن. الموضوعات الحاقة يخصها كيس نستافد كيس نسال الأدب الإسلام. أدب الإسلام القضية زيارة المريض أمازون يعني مسلم يغي مريض أراه يتفريا الحق وهو الزيارة العيادة. العيادة ماخ شكو كيس العدد الفوائد ساكيسنت بلا الإنسان أريد تروس دار ربي تبارك وتعالى أريد استغفار أريد توبة كيس تلية التوبة طبعا يغسل يحيى القلب نز. اشكو هذه زر السيدان اني مريض كانت صحيحه تي مريض غيك التاني تنكي يشوف ولا نشوف نكي صحيح وفيه الصح تينو ارتفو غير الشم غير الصاغ غير الزنزه كذا يعني هذاك التلي راكي تلقى السيدان يا العبره العبره هاد الموعظه يخفن يعني باش تروش دار ربي تبارك وتعالى باش تضوت ربي تبارك وتعالى حتى قال فائده يا الفائده مقرن زند زيارة المقابر. النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. رات السكتاي اليوم الآخر يوم القيامة. وكان المريض زوج كان يعني نفس الطريقة يعني إغ تفتيت دار المريض أتذكرت بالله النعمة دا كيف كان ربي تبارك وتعالى النعمة الصح توفيت ستكي يعني نور تيوفا يعني اختاد قيسيات الموعظه ديال العبره. سبحان الله العظيم. عاد فوائد اخرى منها منها الاجر. الاجر لله يا قيسي الاجر مقرن ماخ. اشكو اولا امتثال لامر الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يمراغ يعني غير الاخلاق الاسلام الاداب الاسلام اللي قالتنا العدد الحقوق تبدلت كي الحمد لله جزاك الله خيرا الحديث 50 لان قيسي الحديث 60 حق المسلم على المسلم 60 زاكي سنت وإذا مرض فعده يغي مريض وما كان مسلم يخسات تزور تقيس تقسات
نقص استقصاد اشكو سقسيان نقص يان نوع المواساه عرف لا تخفيف صحيح اريد تحسوا بالله لا نيتماس لا نيدارس لاني مسلم نار الجار نسيم الدكال نس يعني وسي ناس الهم عزه درسن حتى تقيس اشكو غير ادخال السرور غادي تقيس انك النبي صلى الله عليه وسلم خير الاعمال سرور تدخلها على مسلم اشكو واخد زرت امازون اريد تحس اريد تفرح مسكين اردس يعني اردس تليات القيمه الزيران في القلب النس عارف لا تخفيف يعني ميك اريد تحسوا بالله وريقي وحديت يعني يعني ورتي وهمال ورتهملني انتو كنت غير السرور انها نقيس يلا قيس داخل اجر يضني غا اركي تلقى السبب نودا كي نجرب بزغ المرضى نيت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم من زار مريضا يعني معنى الحديث يخذور تكرانو مضون تكرانو مسلم نتاس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ستوال يعني سبعان الدور أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ما يمس سبعان الدور إنك النبي صلى الله عليه وسلم يخذسكرتو مشكين يعني عليك تلقى السبب أكين جرب بتبرك لازغ المرضا زغو مضونا أركيسي تقيل ربي أركيسي تقيل ربي تبارك وتعالى سبحان الله يعني أركيسي سبحان الله عظيم وش كان ديال عدد الفوائد الفضائل في عيادة المريض من بينهم وليد وش كان صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة ما شاء الله قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة قال جناها يعني غيدي اسكريس سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يتشبيه فولكين انك حتى كي ضل المريض دار رمضان تسكوز الدرس تجي زندوك انا حلاجر والدي تكسنا الفاكهه ماس الجنت وانا ديت تكس الفاكهه الجنت كي ديت تكس لاجر يقول وكان غير راكي سبعين سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ان عياده المريض يعني لا كيس الله غير يقول وكان من بين الادب زياره المريض اتسمو قلت لحالة نغوان إيسي قام الدرت مطلت نعدوه أش قد تختلف المرضى لأن قيس الميد يخصى التفسوس الزيران بزاف درس ورت مطلت إلي داح انت والي سي قيل ما الدرسي التشكان وكان فلاستو الناس تدرس تسكوستيات يات البركة اللقت وكان غيدي يخصى مسلم يعني أي تفطني المسألة اي سنة امازون اشكون لان قيس كريم يموضان يسرس كاسكر التليفون وكلو تحت الجهة التين لكم صح إلي ندح قيس غوي اللي سيخصى امو سلمة التين لكم وكان اشيخنا يحسد ذاك لان كران يعني الادب يضنين نزيارة المريض نعم جزاك الله خيرا يعني الادب هذا تيبان هو الاصل نيت جزاك الله خيرا هو التخفيف ولكن على حساب الحاله ممكن تفكر انه مضون على حساب القربان على حساب الحاله اريد تيري ما درس التكوير ما درس يعني كيور الوقت مثلا ساعه ربما اكثر على حساب مزيان جزاك الله خيرا الادب تحتاج انت بالدن ديال القضيه ضني زغ الادب من زياره المريض هو المواساة والتخفيف الانسان مثلا غير مريض اولا يخصى انتني يعني اتحاول ترفع المعنويات النص اي مثلا ديال الانسان مريض يعني ماشي اي غاز غير صغ قله العقل حتى نتي فلان يموت غير حالته دنيت مسكين حتى يرحم ربي واش كان نتي سي قال حاله اللي غيموت ارتسيويت وانا مضر ارتسيويت دما دونان أرستينت يوك تصفرت يوك ضعفت إيه ضعفت كتير إزداف لا إزداف الحال فلان لذلك مهي كل الحال خم كان لطيفة وغن مسكين تي لا هي الحال تي مريضة رست زيد كيبه كان نقرأ الأدب أرستينت هو إن شاء الله رات سول جيت بإذن الله تبارك وتعالى قد يد في السوس الحمد لله حتى يغسلني ضبيب المتنة يتي درك تشقى كذا أرستينت هو وخلني ضبيب يتي الله ربي تبارك وتعالى صحيح أفوس صغير لا الشفاء إلا المرض كل الأقدار هذا ربي تبارك وتعالى أرست ترفعات المعنويات الناس وخلنا الأطباء فعلا لعدد الحالات أرستني الأطباء مثلا من أسمنة ورسول دارت كرانا أرست شفاء ربي تبارك وتعالى أرسلنا الراديوات سكانرات ناسا وديو غادي قيسيا المرض يخشن مثلا وكان نتارج كرس الدعاء اليقين سيد ربي تبارك وتعالى يعني يتلمو الدا سبحان الله العظيم
أردت الربي تبارك وتعالى أردت سيغيد أيدي لنا رمضان كن فيكون سبحان الله كن فيكون لهذا الإنسان يعني يتشجع رمضان إن شاء الله شي بس مكان رسول كذا شي بس مكان وغير المواسات إلا يضني الإحسان بعض المرضى مساكن أرقية تحتاجان يمكن الإحسان مثلا أنت مريض سنتي سور درس ما يساق الدواء خصة التحاليل كذا أم مسلمي غزدرة يعاونا قماسة مسلمي تيفوكي تيفوكي بزاف إن النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل صحيح كي تصدر تنفعت قماك حاولت وخلت فيه خفن يعني أتسمود قر الزيارة ده الإحسان أي يستيميك الفلوس نعد يستسغد كلام الدواء نعد أيه نغدا مثلا أنت مسكين كاتني خدم ولكن اللي غمرض صافي بيد صحيح تروان سيخصة ما تسيرن الكراه الضوء امانها السير كذا الانسان على حساب القدره على حساب الاستطاعه على حساب القرابه ده مثلا كماك ويك دباك كذا وديتي واجب يغيب عند اقل درجه ولكن الانسان يغزدر يعاون سمك انه يفهم نغني جاي الادب قرن يعني الادب يعني الادب الاسلاميه كيف يجزرب بيس الأخير شيخنا وكان من بين الأدب اللي درنا العلماء كذلك لأنك إحنا تشكيتي استدعوت أتدعوتي المريض وكان اللي إحنا يتقامل لي المواساة الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كالمواساة حلا دعينز زند لحين نية الأعرابي اللي حد درسك إن لا بأس طهور إن شاء الله يعني طهور حتى حد يربي عنا هند نوبنك بعد ذلك التغفر نحن مرضا نعطيك الصحة ذا إكتين سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال تدعو المريض على ستيني اللهم رب الناس أذهب الباس اشفيه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وكان غير كليستيت قال لي حنيت وريت شفاء بربي هذه الدعاء نتي قال الشهيد صح سبحان الله العظيم يعني ربي سبحانه وتعالى أي كان الشافي أما الأطبيب ولا الدواء كان غير الأسباب يقدر صدقا يقدروا تصدق صح المسبب الخير نقولوا سيقات ربي سبحانه وتعالى وكان أكيد جزا ربي الخير اللي حدينا سكرتي يورد أشيخنا جزاك الله خيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وأن يرفع درجتك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. إنتاج المسلم الأمازيغي.